السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنعتذر على هذه الغيبه البنات، والله الا كنت مسافره، داكشي علاش راكم عارفين حبست شي شويه التصوير هذا، نرتاح شي شويه ونرجع بطاقه جديده. واصله عيانه مسخسخه مدقدقه، ولكن قلت لا ضروري نصور البنات، خصوصا بزاف ديال لي ميساج كنلقى راه بغينا نسافروا وبغينا نرجعوا، خصوصا الجاليه اللي مقيمه على برا، ولا الناس اللي كيبغيو يرجعوا لمدينتهم كيقولك لا واش صيفطينا هنا ولا صيفطينا للمدينه ديالنا، المهم سربينا بغينا نلبسوا هذا. مرحبا على راسي وعينيا. واليوم كاين اثمنه زوينه، موديله زوينه، كلشي زوين الا واحد الحاجه اللي هي خايبه. شنو هي؟ هي ان كل موديل ما بقاتش عندي منه كونتيتي كثير، هذا ما كاين. ولوفخ اللي دايره لكم اليوم كيف ما كتعرفوا معايا، ما بقاش الا خديتي حتى تاخدي ثلاثه البياسات عاد تستافدي من توصيل فابور، لا الا خديتي غير جوج بياسات كتستافدي من توصيل فابور، والا خديتي بياسه وحده توصيل 20 درهم. اي مرحبا بكم. كيف قلت لكم كاينين موديلات ديال الخيط، كاينين كسيوات، صراحه هاد الكسيوات هادو ديال الخيط نفعوا الناس بزاف بزاف، وشكرا على الدعاوي ديال الخير اللي كيوصلوني. اللي كيعرف المحل ديالنا ومرحبا بكم، واللي ما كيعرفش المحل ديالنا، انا سميتني حسنه، واللي كيشوفني اول مره انا سميتني حسنه من مدينه خنيفره، والمحل ديالي كاين بالضبط في البيدانه اون فاس الصيدليه ابن رشد اللي حدا ثانويه طارق، خصوصا زعما لا فارماسي ديال ابن رشد ملي ما درتش اللوكاليزاسيون نيشان زعما بسميتي كتشرشيو على بسميتي، ولكن اللي بغى المحل يصيفط لي غير واتساب وكنصيفط ليه لوكاليزاسيون نيشان هكا في واتساب وكيجي عندنا حتى المحل. مهم مرحبا بكم. واحد الحاجه واحده اخرى، مصوره لكم البنات واحد الفيديو فيه ماسكات، فيه روتينات، فيه بزاف ديال الحوايج، زعما كتبش نزلو ولكن كنوعدكم انني غنزلو مور هاد الفيديو هذا. كيف قلت لكم البنات اللي بغى يستافد من داك لوفر ديال التوصيل، مع عليكم اختي غير تكملوا ليا 300 كا، فرحانه يمتى نوصلها. خليو ليا غير اللايك ديالكم في السكرين اللي غتصيفطوا لي، وغتستافدوا من التوصيل فابور الا خديتو جوج بياسات، وغتستافدوا من التوصيل ب 20 درهم الا خديتو بياسه وحده. المشكل اللي قلنا هو ان الكونتيتي ما كايناش كثير. نبداو باول موديل اللي هو هذا البنات، كيحمق كيصطي، جاي هكايا بالصيفات، غزال 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 الجويبات كيحمق، غير هو كيف قلت لكم ما عنديش منه كونتيتي كثيره، كاين في هذا اللون وكاين في واحد اللون واحد اخر. انا غنصوروا لكم دابا نيت، غير خليكم معايا ما تشوفي. هذا ديال الخيط يا اختي، هذا اللون ولوني نسيك في لون، كيحمق كيحمق الجويبات غزال، واتساع والتبراد وجبليين مخزنيين، داكشي على حقه وطريقه وفن، هذا رائع جدا جدا. ظل هذا اللي كيحمق، شوفي لي البنات، شوفي لي الكميمات، شوفي لي الصاله اختي، واعرين كلشي. هادشي البنات 150 درهم، خديتي بياسه غتخلصي 20 درهم، خديتي جوج بياسات غتخلصي والو، فابور توصيل فابور. بشرط انك تكوني مشتركه في القناه، خلي لنا اختي شي كومونتير يكون زوين باش نوصلو 300 كا. شوفي لي اللوين، هادي كاينه في اللوينات، راه كيحمقوا هادو البنات، لبسوه مع مشيشيه مع سبادري مع سنيديله مع اي حاجه، شوف واعرين 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 اختي هاد اللوين. البنات بالنسبه للطريقه باش ندوزو كوموند، صيفطوا لي غير سكرين للرقم اللي كنخلي لكم 0628222475، سكرين صيفطوا لي السميه، الكنيه، العنوان، عفاكم العنوان كامل، راه ما غاديش نجي نبرزكم، راه غنصيفطكم غير مع الليفرور لحقاش ما كتبغوش. شو هذا كيقولك لا نعطيك غير المدينه، الا بغيتيها توصلك حتى لعندك ضروري تعطيني العنوان كامل. المهم ها انتما كتشوفوا، والدفع عند الاستلام، لون انسيك في لون وكيحمق وفنين. انا طبعا والله الا هادو اللي ولاو نافعين بزاف، يا سلام صافي حلوفي تندوخكم. شوفي لي الجمال، شوفي اختي، بالنسبه لهاد المشيشيات بحال اللي لابسه انا، راه عندي في ثلاثه ديال الالوان غير هما مابقاوش عندي فيهم النميرات بزاف، كاين في الغوز في الاورانج في النوار. الكسيوات كاملين هادو اللي غندير لكم في هذا الفيديو هذا 150 درهم، كاين هادي حتى في النوار ديالها، خليكم معايا ميمكنش اختي، راه ميمكنش لوني نسيك في لون. شوفي لي النوار ديالها كيفاش داير، تي سطي تي حمق تي هبل، فن 150 درهم. تخرجي بيهم تمشي بيهم لابيتي، تمشي بيهم للبحر، تقبلي بيهم ضيافك، تخرج تسوقي بيهم، شاده الطريق لبسي هادو، عندك الضياف تقبلي بيهم ضيافك، فرحين لكلشي. واعرين واعرين واعرين، والبرودات انا بالنسبه لي شويرات تحت منهم، وها انت قضيه الغرض بغيت نتشاور معكم في واحد القضيه وعطيوني رايكم. شوفوا مؤخرا لاحظت واحد الملاحظه بزاف الناس اللي كيجيو عندي للمحل، راكم عارفين انا عندي سكان، عندي بزاف مات، عندي هاد، ولكن نقدروا نقولوا واحد 90% ديال البنات تيطلبوا مني بزطام احمر، تيقولك لا هذاك البزطام الاحمر
تيكون عندنا مرزاق 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 كنشريوه كنحلو. انا سمعت هاد الهضره، انا كنتشاور معاكم ما تقوليش لي انا الشرك وشحال. كيقول لك تنحلوه تنقراو عليه صوره الواقعه وتنحطو فيه فليزه تنقولو بسم الله وتيولي داك البلطام مرزاق. وجرب صحت انا وصراحه صدقات ليا زوينه ولكن ما عرفتش واش تيسير عند الله واش المهم. الاحمر تيقول لك بغيناه حمر يكون حمر من الداخل ولا احمر كله ولا ما عرفتش. المهم انا ما كنتش عارفه هاد القضيه في الاول. جبت الصفر جبت الغوز وجبت هذا الاحمر هذا وجربته انا خديته. المهم حنا نشوفوا في الله كاين هذا بزيت ما تكيحمقوا، ولكن قولوا لي شكون اللي مجربه هذه القضيه هذه ديال البزطام احمر ماشي كحل ماشي شنو احمر. قالوا لي درجه الغوز هذا ولكن الكحل تيقول لك لا ما عرفتش واش بصح ولا لا. غاديش نكتب عليكم انا الحاجه اللي كنشوفها انها كتطلب ليا بزاف هي اللي كنجيب. وكتطلبوا لي حتى هاد البزطامات هادو ديال سيلين شوف ديال ليكارت جبتهم في الاحمر. وجبت هاد الغوز هذا لحقاش كيوت وهذا من اكثر الالوان اللي كتطلب ليا بزاف. وجبت هاد الاحمر هذا ديال شانيل شوف كيفاش داير اكثر من رائع. كاين ديال البنات حتى ديال الرجال دابا نوريهم لكم. ها هما هذا ديال الفي ديال الرجال تقدر تعطيه ليه كادو مثلا لراجلك ولا خطيبك ولا انت. وكاين هادو كيجيو بلي بواط ديالهم ما كيجيوش بحال هكا بنات 150 درهم. هادو كيجيو بحال هكا ياك كتحليه بحال هكا كيجي هكا هكا كيجي لابواط ديالو بهذا بحال بحال الكارني صغير هكا. كيجي بهاد لاكار ديال الفي وكيجي البزاطين فهاد لابوشيت صدق كيجي بحال هكا. دونك كادو واعر 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 ب 150 درهم. وحتى هو نفس الشيء خديتي مع شي قنديره ولا شي حاجه غتستافدي من التوصيل فابور، خديتي بوحدو غتخلصي عليه غير 20 درهم وغادي يوصلك حتى لعندك واعر ياك البنات. هاد اللوين هذا اللي تا هو كيحمق غادي بهادو البنات اللولين كانوا خاد وهادو كراد واعرين واعرين واعرين. هادي غالب عليها الخضر والصفر وكاينه اللي غالب عليها الزرق والصفر. انا نصور لكم كاع اللوينات وهادو راه ستوندار البنات راه كيجيو معاك كاع لي طاي ما كنتي غليظه ولا كنتي رقيقه غادي يجيو معاك كيحمق. وهذا البنات الابيض مع الزرق ديالها كيحمق. واحد الحاجه البنات نسيت ما قلتش لكم هو اننا كاين عندنا في المحل شي سيكان كيهبلوا شي حاجه جديده. السكن اللي كيصلحوا مثلا لاصال الحمام السكن ديال الناس اللي كيبغوا يخدموا يبغوا يقراو بهم يعني سكن كبار شي حاجه واعره. غادي ندير لكم فيديو خاص بهم من بعد ان شاء الله باش هكا تشوفوا تختاروا. بالنسبه للناس دخلنا في رامنا تنقولها بوجه احمر اللي بغى يجي يشوف لاكاليتي ويشوف الثوب ويشوف الجلد كيفاش داير يدوز عندنا المحل ويشوف ويحكم. وإذا كانت شي حاجه خايبه وكانت لاكاليتي خايبه قولوا عليا في وجهي مش عارفه شنو كاين. المهم هذا هو الموديل اللي قلت لكم كيحمق كلشي. هاد القنيدرات اللي صورت لكم في هاد الفيديو الثمن ديالهم 150 درهم. اللون البنات قسما بالله ما صورتوش قبل ولقى واحد الاقبال في المحل رائع رائع. هذا راه لبستو لكم قبيلات هو هذا غالب عليه لورانج وهذا غالب عليه الصفر. شوفوا كيفاش دايرين الوان ديال الصيف كيسطيو كيحمقوا. هادو 150 درهم تيساع البروده الصاله شي حاجه واعره وما دايراش في السوق وهاد الثوب راه ما تلقاي في حتى شي بلاصه. الموديل اللي حماقتو عليه صورت لكم في الجريده فاش كنا في كازا واعر واعر واعر. كاين في ثلاثه ديال الالوان كاين اللي غالب عليه لورانج وكاين اللي غالب عليه الغوز وكاين اللي غالب عليه واحد اللون بحال الكاشاري بحال الموف بحال. المهم باش تعرف هادو البنات راه 150 درهم. دابا الا خديتيهم خديتي بياسه وحده وكنتي دايره لنا لايك غتستافدي من التوصيل ديال 20 درهم. وخديتي جوج بياسات فما فوق غتستافدي من التوصيل فابور. البنات هاد التوصيل هذا باش تكونوا عارفين راه غير اوف دايره من عندي انا راه فاش غنمشي الامان راه غادي نخلص. وهاد هاد لوفر هادي غتكون غير هاد السيمانه فقط يعني ما تجيش عندي شي وحده مور السيمانه الجايه مثلا وتقول لي لا انا خديت جوج توصيل كذا وهاد. هادي غير بروموسيون دايرها لكم يعني اوف دايرها في هاد السيمانه هادي. وبالنسبه للناس اللي غادي يجيو عندنا المحل حتى لهنا غادي نقص لكم 20 درهم على كل بياسه. اوريكم اللوينات ديالها ركزتوا معاهم غادي يبان لكم الفرق. هادي مثلا غالب عليها الغوز والخضر هاد الثوب هذا صبن ورد هذا يضرب لك حتى يطلع لك فراسه زاد عندو المقص غير لون من هذا هو اللي غالب عليه هذا اللون بحال الكاشيري. المهم راه الالوان راه مختلفين غير هو فاش كنصور واحد مور واحد كيبان لكم بحال اللي قبل منه ولكن راه ملي كتحطوهم حدا بعضياتهم راه كيبان الفرق.
بالنسبه لهاد القنيطرات اللي صورت لكم الى حد الساعه كلهم دايرين 150 درهم كيف قلت لكم، باش تكونوا عارفين. غنوريكم واحد الموديل ما دخلش هو في الاوفر، خليكم معايا. موديل البنات كنت صورت لكم في الفيديو اللي فات، حماقيتو عليه، كان في الكحل، في البيج، في الغوز، في البيض. كيف طي كيحمق هذا ديال لولان، ولكن شي حاجه راقيه واعره ستيل مصري، كيحمقو. دخلته في هذا الخضر اللي اكثر من رائع، لون الحياه البنات. المنوار ديالو ما بقاش عندي، يعني بلا ما تبقى تسولوني عليه، كاين في البيج، كاين في الابيض، وكاين في الغوز. هذا ما داخلش في هذا لوفر ديال 150 درهم، يعني هادو الثمن ديالهم 250 درهم، ولكن راه واعرين واعرين. كنحمقوا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وتكونوا هكا وتستافدوا من هاد لي زوفر اللي كندير لكم مره مره. تهلاو في راسكم، ما تنساونيش كيف قلت لكم اللي لايك ديالكم، كل ما لقيت اي كوموند لقيت فيها لايك طبعا غنحسب لها التوصيل فابور الا خدات جوج بياسه، دونك يعني بحال راه كندير لك روميز ديال 60 درهم ولا 70 درهم. هذا ما كاين. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي.